لازم اشارك النهارده، اي فرد في المجتمع المصري لازم يشارك، لان احنا شايفين اللي حوالينا ومحسين بينا، فلازم يكون لنا قائد واقف ويصد كل هذه كل هذا التاثير الحادث على مصر. وربنا يحفظ الجميع ونكون وننتخب اللي احنا عايزينه. انا اسمي الدكتور محمد زينب، استاذ بكليه الطب. والله كلكم تمام وزي الفل والدنيا شغاله تمام والحمد لله، وربنا يوفق الرئيس. انت بتدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله. كلمنا، طيب ليه حبيت ان انت تشارك النهارده؟ يعني احسن من اللي فات، على الاقل احسن من الاخوان، وكانوا مبهدلين الدنيا والدنيا مش مظبوطه، والحمد لله على كده، وربنا يديله طول العمر وربنا يسهل. طيب ممكن توجه رساله للشباب اللي ما بتنزلش تنتخب، او عموما المواطنين اللي بتتكاسل؟ لا، المفروض طالما اسمه متسجل يبقى وفي لجنه، اللي ما يجيش ينزل عليها عقوبه غرامات، صح ولا غلط؟ ينزل عليها عقوبه غرامات. طالما هو عايش في البلد وياكل شارب من خير البلد، يبقى لازم يدعم البلد. مصر يا جماعه، ما احنا يعني انا مواليد 54، مواليد الثوره يا جماعه، يعني في ايه؟ مصر دي قصه ثانيه، مصر دي هي حياتنا كلها. النهارده 70 سنه هي عشت مصر، ماليش غير مصر. بس ان شاء الله باذن الله يكون الاحسن اللي انتخبته طبعا رئيس السيسي، ان شاء الله باذن الله، يعني نتمنى ان يحصل طبعا، مش هنقول ثوره، هنقول ايه؟ انتفاضه في الاقتصاد وفي المعيشه للناس، وفي ناس طبعا كتير تعبانه برضه، وطبعا ده اقتصاد عالمي، احنا مش عارف، ده اقتصاد عالمي احنا عارفينه كويس جدا طبعا، ولكن بندعم ربنا ان هو باذن الله ان شاء الله يخلي الايام احلى بكتير واحسن ان شاء الله على الناس كلها باذن الله. وطبعا وعلى فلسطين ما نستاهلش اهم حاجه باذن الله برضه الاخرى ان شاء الله، ربنا يعفي عنهم وربنا ينصرهم اكثر من خير.